السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة من أرض معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 24. مستمرين بتغطيتنا من الأيام الفضائية لأجواء المعرض، وياكم راح نكون على مدار هذه الساعة راح نعرف مختلف الدور اللي موجودة وأيضا الفئة اللي جاية. طبعا أنا كل يومية من أجي أخذ يعني فرع على المكان ونشوف الفئة الموجودة. ما شاء الله شبابنا جايين بإقبال كبير جدا. أولا نقطة اقرأ، هذه المبادرة من وزارة الشباب والرياضة كانت إيجابية جدا، خلت الشباب حتى اللي هو محدود الدخل اللي اليوم يقدر أنه يشتري الكتب اللي يحتاج عناوينها. بعض العناوين هي الخاصة لحياتهم للتنمية الذاتية، نشوف الإقبال الشباب على هذه المواضيع، مواضيع الدينية التثقيفية وأيضا الفئات الأخرى اللي موجودة حتى الأطفال وكتب الأطفال اللي موجودة. راح نتعرف على مختلف الكتب الموجودة ويانا، خليكم ويانا. راح أبدو وياكم بمنصة مهمة جدا تعرفنا عليها خلال فترة يعني مو كبيرة بالعمر، العفو مو كبيرة بالمدة، هي منصة تعليم. هذه الشركة بدأت بجهود فردية لتدريس فئة السادس الإعدادي، من بعد ذلك توسعت إلى تدريس لمختلف المراحل الدراسية وصار بها تطوير أكثر. راح نتعرف على تفاصيلها مع السيد. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلاً. أتعرف على حضرتك؟ أنا داني وضاح، أستاذ مساعد بمنصة التعليم. شنو اختصاصك؟ أنا علوم كيمياء. يا أهلاً وسهلاً داني. خلي عرفينا أكثر على هذه المنصة، منصة تعليم. شوف، منصة التعليم هي منصة إلكترونية، هي تساهم بتأسيس وتطوير الكوادر البشرية. نقدم خدمات تعليمية، هاي الخدمات لكل المراحل الابتدائية ومتوسطة وإعدادية، وهمنا نقدم كورسات مثلا الخريجين أو الطلاب الجامعة اللي يحبون يطورون نفسهم في كورس معين أو اختصاص معين. همين أكو كورسات يعني مختلف الاختصاصات ممكن يطورون، خاصة الاختصاص العلمي. نشوف أغلب الطلاب من يعبر مرحلة السادس ويروح لاختصاص علمي، البعض منهم يكون مكمل هو دخل طبية لأن المادة عليها صعبة، فأنتوا سهلت الموضوع في دروس خاصة لهذه الفئة. صحيح، احنا يعني انت ذكرتي همين السادس اعدادي، احنا السادس اعدادي نقدم لهم كورسات، يعني احنا كلش عندنا اهتمام خاص بهم. السادس اعدادي كل مراحل احنا عندنا مثلا وحتى اكثر من استاذ، بحيث اذا اكو استاذ طريقته يعني مو كلش كانت مناسبه عندنا اساتذه ثانيين عندنا متابعه. همين يحدد الطريقه الغير مناسبه للاستاذ؟ لا، يعني اذا الطلاب مثلا انه شافوا هاي الطريقه انه مو كلش حبه، احنا عندنا حتى دروس مجانيه ممكن يشوف الكورس يتعرف عليه، اذا حب راح يسجل بي. اذا ماكو تقييم لل تبدي تقولين اذا ما حب، يعني هو كم واحد ما حب، يعني اكو تقييم للاستاذ؟ قصدي انه تعرفين مثلا طلاب اكو يفتهم على طريقه، مثلا مجموعه من الطلاب يفتهمون على طريقه استاذ محدد، غير طلاب لا يشوفون انه هاي الطريقه ما تناسبه، فاحنا جبنا لهم اغلب الاساتذه، يعني اغلب اساتذه بكل الاختصاصات. هذه المنصة الإلكترونية بالتطبيق اشتراكاتها شلون راح تكون؟ المدة مالتها ممكن شرح؟ احنا المنصة مبدئيا خلي بس اركز على شغلة انه هي مرخصة من وزارة التربية والتعليم، فاحنا كل الكورسات اللي موجودة باشراف مشرفين علميين خاصين انهم يتابعون دقة المواد العلمية. من الوزارة بالضبط. إذا مثلا يريد يسجل فإحنا مثلا عندنا يعني كارتات خاصة مال تسجيل، يقدر عندنا نقاط بيع يقدرون يتواصلون ويانا بهيج شيء، وإحنا راح ندليهم على المكان يوصلهم الكارت توصل مجاني للبيت. بعدين وراها يسجل، عندنا همين طبعا طريقة فيديوهات خاصة لكل شيء، يعني تشرح لهم إنه إذا مثلا واجهوا مشكلة بالتسجيل أو شيء أكو طرق إنه فيديوهات خاصة يسجلون. يسجل يعني هو من يشترك الكورس ينفتح له سنة كاملة، وإذا مثلا يعني أكو طلاب شايفة بالسادس يعيدون سنة أخرى أو فد شيء، فالسنة الثانية راح تكون مجانية لهم. تمام. الأسعار تتراوح بين؟ يعني تختلف كل كورس، السعر مالته مختلف، يعني ماكو فد شيء ثابت. عروض إلها، تخفيضات إلها ممكن، لأن تعرفين الطالب مخصص، أكو ناس تسوي سلفة حتى تدخل التدريس، يعني تعرفين. شوفي، إحنا بتعليم إحنا أصلا يعني خلينا نقول كلفتها سويناها في شيء مناسب اكثر من انه يكون حضوري، يعني همينه هو ذا يختصر الروحة والرجع انه هو بالبيت يختار الوقت المناسب. وبنفس المتابعه احنا يعني المتابعه عندنا موجوده بشكل يومي، بشكل امتحانات يوميه واسبوعيه فصليه، يعني كل متابعه شامله بالمنصه.
فكرة حلوة، بالإضافة إلى ما ذكرتي في يمكن الأعمار أكون للأطفال هماتين ابتدائي، في أيضا مثل تطوير مهني بعض يمكن المهن، شلون يعني تطوير مهني؟ يعني مثلا إذا الطلاب اللي خلينا نقول بالكلية أو مثلا هسه هم خريجين يردون يطورون نفسهم، مثلا هسه خاصة بهذا الوقت عندنا التسويق مثلا، تحليل بيانات، أو حتى مثلا اختصاصات الجامعة القانون مثلا أو الطبية، وإحنا عندنا كورسات شاملة لكل شيء، وبعدها يعني حتى أنه ما اكتفينا بعد لحد الآن، إحنا الكورسات يعني توسع بالضبط. اكو قسم قالوا احنا مثلا ما نريد بس الكتروني، نريد حضوري، فنفس الشيء احنا هسه حاليا راح نسوي تعليم مدمج، تعليم يكون شامل حضوري والكتروني. دان شكرا جزيلا، موفقين، وان شاء الله المزيد من مثل ما ذكرتي التوسع. شكرا لكم، موفقين دوما. هننتقل وياكم مشاهدينا الى منشورات المعبد. مثل ما ذكرت انه الفئه اللي اكثر الموجوده في معرض بغداد هم الشباب، وكل ما يفيد الشباب من مواضيع هي خاصة تنمية بشرية. شوف بعض الكتب يمكن هو عنوان معين يقدر من خلاله يحل مشكلة وأزمة نفسية أو في العمل أو في البيت من خلال هذا العنوان. هنشوف الكتب الموجودة، مثلا ستأخذني الأيام إليك، هاي الأيام قناة الأيام لحيدر صالح، هذا مثلا عنوان معين، يعني كل كتاب هو بعنوان يجذب الشباب، يحل مشكلته، يساعد بتنمية قدراته العقلية والذهنية وحتى القدرات الجسدية، بعضها يمكن رياضية، راح نعرف تفاصيلها مع الأستاذ. السلام عليكم، تفضل هناي، تعرف عليك. أيوب شاكر. يا أهلا أستاذ أيوب، نعرف شوية عن منشورات المعبد، عرف لنا إياها. هي عبارة عن دار عراقية زين، تأسست بسنة 2017، إنه تهتم بالأعمال العراقية والأعمال المترجمة أيضا. ذكرت أنا المواضيع تهم الشباب بمواضيع يمكن بعضها تساؤلات، بعضها أشياء يعني بسيطة على التنمية، احكي لنا عن نوع الكتب الموجود. احنا عندنا تقريبا من الكتب الشبابية عندنا من الروايات، من الروايات المترجمة، وأيضا عندنا من أيضا من روايات الخيال، وأيضا عندنا من الروايات اللي تخص التنمية والتسويق أيضا، كلها متوفرة عندنا. الفئة الأكثر اللي تتسوق منكم خلال هذا الأيام المعرض؟ فئة الروايات والتنمية. اللي هي تخص التسويق. فئة الأعمار والناشئة أيضا، يعني من 15 فما فوق إلى حد 35 سنة تقريبا. شوف صار وعي على هذه المواضيع، يحبون يطلعوا. أكيد هذا الشيء أكيد، وهذا الوعي يزداد يوم بعد يوم. صار هسه اكو شبابنا، خلينا نذكر احنا يمكن ذكرنا بالسنوات السابقه انه بعيدين على القراءه وقروا 15 دقيقه باليوم، وهذه اللي صارت بالبدايه، هسه لا تغير. لا لا، هذا الموضوع كله تغير ورجع الكتاب ينتصر على الكتاب الالكتروني، الكتاب الورقي رجع ينتصر على الكتاب الالكتروني. صحيح، ونشوف ايضا انه مثلا اغلب الشباب صار عندهم مثل عاده والموديل انه اليوم ينشر الكتاب اللي انا اطلعت عليه، وايضا موجود هو ديوان الكتاب، يعني مجموعه تقرا كتاب بعدين تناقشه، انا اشوف هيك بجروبات. هذا الشيء موجود، هذا الشيء صح، ومثل ما قلت لك انه مجموعات الشباب رجعت للكتاب العادي، الكتاب الورقي، لانه هو اللي افضل ويعطيك الشعور الحقيقي زين لقراءه الكتاب، مو مثل الكتاب الالكتروني. فقره اقرا وهذه المبادرة كلش حلوة كانت وساعدت الشباب، شو تقول؟ المبادرة رائعة وفكرة رائعة جدا جدا جدا، يعني استهوت الشباب وساعدتهم يعني زين من موضوع المادة، وساعدتهم كلش هواية على القراءة، يعني المبادرة كانت فكرة رائعة جدا جدا جدا، ونتمنى انه تستمر وتتطور ممكن. اكيد يا ريت، نتمنى هذا الشيء. لانه استفادت والشباب استفاد الاثنين. بالطرف انه يعني حتى اللي جايين من البلدان اللي من خارج العراق ايضا هم يعني زين شو اسمه زين اشادوا بيها واستفادوا منها. انا اشكرك، شكرا جزيلا، موفق. الاسعار سالت اني تبدي من 5000 الى 100000، السبب هذا السعر الغالي بسبب انه بعض الكتب مثل روايات اجزاء فتاخذ مجموعه كامله، فهذا السعر الاقصى هو 100000. موفقين، شكرا جزيلا. اكيد راح نستمر وياكم. اذا هو مو تطفل بس خلينا نسال بناتنا. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ السلام عليكم استاذ، شلونك؟ ان شاء الله بخير. الله يخليك، شفت يعني؟ مباشر طالعين. الله يحفظك، ما راح احاسب الكتاب. شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. شلون حالك؟ انت اليوم جاي بالعائله وجاي؟ الحمد لله. تحبون الكتاب؟
ما انه يعني ابوهم منتج ومخرج. حتى اذا ما يحبون لازم اسوي لهم ماس في سبيل انهم يحاولون يقرون يفتحون افاقهم على اشياء. ما يعني اسوي لهم ماس؟ يعني هسه مثلا لما او اي كتاب يريدون يشترونه ما عندهم مشكله، يختارون اللي يريدونه. ما يعني ما ابخل عليهم بشيء، ما احددهم انه اشتروا كتاب بهالاتجاه، يعني احدد مثلا بشغلي او افكاري او تفاصيل، لا اخليهم راحتهم يختارون الكتب اللي يريدوها، اسوي لهم ما هسه اوقف فيهم المكتبات اقول لهم هاي الروايات اذا تريدون، هاي كتب كذا، اشرح لهم عن بعض الكتب، احاول افهمهم مثلا لما اشوف مثلا احد الكتاب افهمهم شنو قيمه الروايه او الكتاب اللي مثلا موجود صاحبه وياخذ توقيعه ويبقى ذكرى، يعني احاول اسوي لهم ماس في سبيل انهم مو بس انت تقرا وياهم تشجعهم انت هم تستفاد. انا اقرا وياي مو اقرا وياهم. ايه شنو ماما شو اشتريت؟ والله خليني اشوف اشتريت كتاب. والله شنو عندي؟ إيه؟ هذا زهره اخذته وبعد زهوره زهره. اي زهوره بنتي اسمه وجع الفتاة وجع فتاة شرقية. اللي بعتي صغيرونة وجع فتاة يعني قرأت الملخص. لا قرأت الملخص هي ما أصلاً قرأت الملخص وعجبها. أذن آخر سطر أنا عجبها. أنا حتى ما قرأت قلت لها أوكي بابا خلاص تمام. مش يوسف بعد أخذ هم أشياءات لنا علاقة بالصور. رونالدو ما رونالدو يحب هاي الأمور. هو يحب الرياضة واشترى الأشياء مستقات الخاصة بالرياضة. حلو موفق إن شاء الله تكون رياضة. بعد جاء سوي له على الشعر أنا شوية. الشعر يطلع الشعر. لا هو حاليا جاي احاول اسوي له واسنا. انا اكتب شعر امه تكتب شعر. قلت يلا تتوكل الكره خلينا نقدر نحكي شوي ماما. السلام عليكم ماما. السلام يا حبيبي. ما شاء الله اختنا صغيره. تسلمي. زهره شلونك؟ انت بعد زوجك مخرج ومنتج ومطلع على الفن، ونعرف انه هذا الجانب، واحنا كان ضيفنا في يوم من الايام هذا الجانب الإبداعي، شلون تنقلون لأولادكم؟ ما أنت أيضا تكتبين شعر؟ أكيد طبعا، يعني هو الثقافة طبعا ضرورية، سواء كانت يعني واحد مثلا يتطبع بيها بالبيت أو خارج. بحيث يعني حتى هذا الشيء فاتها بالدراسة، أنه مثلا تكتب إنشاء أو تعبير كذا، فصارت عندها يعني خبرة بكتابة التعبير يعني تلقائيا يعني. زين بس عندي هوايه الرياضه. ما يحب يقرا يعني كلش نهائيا. فان الالكترونيا يعني يمكن اذا يسمع مو الا يقرا مثلا. يسمع يعني اكو اخبار كذا هيك يسمع يعني ثقافيه وهيك شيء. اي بس كتاب قدام انا ايش تحبين؟ احنا شفنا الكتاب اللي اشتريتيه وقال بابا انه انا اشجعها على الشعر. ما تقولين انت؟ ما حب الشعر لا لا ما احب. لا شنو تحب؟ ما ابي كتاب يعني كتاب يجذبها يمكن روايه او الاشياء الخاصه بالبنات. ما ادري ما نجربه بس يعني نجربه كتب مثلا عقل الباطن او هيك شيء. يعني تحبين الطاقه اشياء يحبون يكتب شعر. هم ما يحبون اساسا الشعر. انت شاعر؟ ماما شاعر. اكتب مقالات بس بعدين اكيد الظروف شوي. ما دام الاساس صحيح ان شاء الله ينمون يكبرون يصيرون في شيء بالمستقبل فنانه مثلا. يعني زمنهم يعني طغت على اكثر شيء الالكتروني. زمن السرعه صار يمكن المعلومه احنا كنا نتعب يعني نحصل عليها بس هم لا كل شيء موجود. كنا جانبنا مغلق يعني فنلجا للكتب انه نقراها كذا. هسه لا انفتحت انفتح لا ورجع الكتاب. مع هاد الشباب رجع الكتاب. شوفي يعني حتى هو سواه واحد يقرا. شوف الطبع الطريقه مات الغلاف مات يجذب فخلاهم شوي يطلعون. حبيبتي اكيد شكرا. اسفه اذا طفلت عليكم خليتني وقتكم. شكرا جزيلا. الله يحفظكم بناتنا الحلوات. السلام عليكم. يا هلا. هيا منة الله. منة الله وهيا. انتم من وين؟ طالبات؟ من بغداد الكاظميه. يا اهلا. يعني تخرجت سادس يعني نجحت من عنده. اي عدل شلونك؟ 90. ما شاء الله. زين قبولات بعتي مو صحيح؟ انت شنو طبعا؟ انا تجاره قسم محاسبه. فالقبولات احنا ملاتنا انفتحت. اي قدمي نفسي ناويه على شنو بالضبط؟ تقنيه اداريه ان شاء الله يعني قدمت ان شاء الله. يا رب هذا اختصاص جيد يعني كلش لانه قسم محاسبه. بعد التخرج ناويه تطورين مثلا اختصاصك تطلعين اكثر؟ اكيد اروح ان شاء الله يعني ماستر واقدم. يعني تطورة قسم محاسبه كلش حلو وانا يعني احبه. جوله المعرض شلون كانت؟ شنو اللي جذبك؟ كلش حلوه ومميزه والتنظيم حلو. واجيت يعني على مود الكتب. لا ثالث مره اجي. اي يعني هنا صديقاتي هم حلو لطيف. نشوف هيا. السلام عليكم هيا شلونك؟ زين الحمد لله. اي صف؟ رايحه ثالث متوسط. ثاني متوسط؟ ثالث. ثالث؟ اي. عاد جايك بكالوريا.
متفرغين للدراسه. اي ان شاء الله. احنا كنا نرعب من كلمه بكالوريا، هسه صار عليهم اهون اعتقد. سهل ماكو شيء يعني صعب، احس سهل. شلون تطورين دراستك بكالوريا؟ يعني تطلعين على يوتيوب على اي وان شاء الله يعني اذا اشتري ملازم هيك شيء احب ادرس اني. زين بتحبين تقرين؟ اي عندي كتب. عندي احب اقرا عن علم النفس واحب اقرا عن يعني القران هيك شيء، احب رسائل القران. ودايما اشتري كتب. اعطيني اسم كتاب معين تحبين. احب كلش رسائل القران وانفعالات النفس. حلو. اي يعني ناويه تمشين بهذا المجال كاختصاص؟ اي انا من صغر انا من عندي اي اقرا هواي. زين شنو اللي عجبك هنا؟ اشتريتي هنا كتاب معين؟ كلش حبيت، حبيت انه اقوى عن الشعر، اقوى عن التاريخ، اقوى يعني اشياء كلش حبيت. يعني البوثات اللي خاصه بالدول العربيه طلعت أي. اي طلعت هواي، اكو من السعوديه واكو كلش وايد دول حبيت. اي واكو كتب حبيت انهم اشتري ان شاء الله بعد من الكتب من الدول. زين حصلتوا على كوبون اقرا؟ لا صراحه لانه يعني جبنا المستويات. ثالث مره تجي؟ اي لا بصراحه بسبب الزخم اللي موجود يعني ازدحام، بس حلو التنظيم وهواي اشياء حلوه. تتمنون انه يستمر المعرض لو انت؟ اي اكيد. احنا قاعدين هسه بعد اسبوعين عندكم اليوم الجمعه ان شاء الله. صح. اقصد انه انتم ان شاء الله دوام عندكم بعد اسبوعين خلصت بعد ماكو راح تبلشون بكالوريا. ان شاء الله موفقه. هيا منه الله. شكرا حبيبتي. شكرا انت موفقه. الله يحفظكم. شكرا انكم موفقين. استمروا وياكم بتغطيتنا هذه المباشره. صراحة أنا هذا دار زوين للنشر والتوزيع الكتب العلمية، مخلين ملاحظات حلوة. أول ملاحظة، الكتاب يسترجع ويستبدل خلال 30 يوم من الشراء، يعني ممكن أنا أقرأه وأرجعه شلون. ثاني ملاحظة، رضا الزبائن هي المعروف غاية لا تدرك. لا هم مسوين غاية تدرك. عندهم ملاحظة أخرى أيضا، المتجر الإلكتروني الأكبر للكتب الطبية في العراق، كتب علمية. خلينا نشوف بلكي نشوف دكتور هنا شنو موجودين. تعالوا يلا ويانا شوف هاي الكتب العلمية الموجودة، هاي خاصة بجسم الإنسان. السلام عليكم. شلون الصح؟ أهلا وسهلا. أعرف عليك محمد هاتم. شنو اختصاصك؟ طبيب عام. وأنا قلت راح أتعرف على طبيب، قلت له بدون اتفاق بدون ما نحكي وياه. يا أهلا وسهلا. الله يخليك. كتب علمية. أنت طبيب وأكيد بعد دراسة 6 سنوات من بعدها تدرج من بعدها هذه الممارسة أعطتك خبرة صحيح؟ مع ذلك أنت جاي تطلع على كتب. مثل ما تعرفون أنه الطب بحر، مستحيل يعني أكو واحد يعني يقدر يلم المعلومات كلها. فالطبيب طالب لحد ما يموت، مهما كان عبقري مهما كان متمكن من اختصاصه يبقى طالب، والمعلومات دائما تتحدث. يعني دائما اكو دراسات ومقالات تنشر لازم نطلع عليها. طرق يعني هسه للطب جديده، مثلا عمليات الليزر، مثلا طريقه حتى التقطين والخياطه والخيوط وهاي الامور كلها. انت شنو تخصصك بالضبط؟ انا تخدير. التخدير، عالم التخدير ايضا. وصلنا التخدير النصفي وبر التخدير تاب بلوك مثلا وغيرها من هاي الـ ما شاء الله عندكم هاي التقنيات. انت شلون تطورها؟ تروح دورات خارج العراق مثلا او بس على الكتب؟ والله حاليا احنا باقين على الكتب، واكو دورات مثلا الكترونيه، اكو على اليوتيوب مثلا دكاتره يشرحون، فنطلع عليهم من هاي السبل. موفق دكتور. شكرا جزيلا. حبيت مشاهدين راح نستمر وياكم اكيد لكن بعد الفاصل. مسدود بس هسه تمام. كنت اقول لكم انه اني من الكتب اللي نحبها اكيد كل احنا هي كتب اللي خاصه بالكتب الدينيه. كتاب دار اهل البيت او هذا دار اهل البيت عليهم السلام هو عراقي بالتعاون مع لبنان بمجموعه كتب مميزه بها عروض تبدي من الالف دينار 2003، وفي عرض اذا تشتري ب 30 الى قيمه ب 30 فوقها. فمن هاي الامور المميزه ايضا فيها مجموعه من الشيوخ والمراجع اللي خاصين بالكتب مالتهم موجوده كلها متوفره. خلينا نتعرف على الناس الموجودين شنو اخذوا من الكتب. السلام عليكم. شلونك استاذ؟ السلام. اهلا مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. دار اهل البيت دار مميز، يعني انتم شنو شفتوا من الكتب؟ شنو اللي عجبكم؟ طبعا العفو. طبعا هذه الدار انا متعود كل سنه اجي اخذ من عندها مجموعه من الكتب،
وبالحقيقة هي دار مو هدفها الربح بصراحة. أنا العام جاي وماخذ من عندهم مجموعة كبيرة من الكتب، هدفهم نشر الثقافة، هدفهم تشجيع على القراءة. فكتبهم صح هي ذات طابع مميز إنه طابع إسلامي، لكنه شريحة كبيرة من الشباب من القراء لهم توجه نحو هذه الدار. الكتب أيضا متنوعة وكل سنة إضافة بعناوين جديدة باختصاصات صحية دينية، لكن هذا التنوع الموجود. نعم، هم عندهم تجديد بالكتب المطروحة، كل دورة يعني يطرحون كتب مختلفة أو إضافة إلى الكتب السابقة. بالإضافة إلى عندهم عروض، مثلا عندهم هذه السلسلة مع الكاتب أكرم بركات، هذه ينطوها مع إذا أنت سوقت بثلاثين ألف دينار ينطوك حزمة من هذه الكتب، وهي كتب كراسات سهلة الحمل، يعني الشباب يستسيغوها ومواضيعها مهمة جدا. فهذه الدار احنا تقريبا تعنينا جيناها اليوم يعني، وأنا البارحة همر عليهم هنا أنا جاي بهذه الدار وشايفها، وصراحة دار ترفد الثقافة بأنواع من الكتب بأنواع المعرفة. احنا نستفاد من مثل حضرتك قارئ وتحب دائما تطلع على الكتب، اعطيني اسم كتاب تحبه انت دائما وترجع تقراه مرة ثانية وإلمن هذا الكتاب. لا، هو اسم كتاب محدد أنا ما أقدر، لأن أنا أقرأ كثير من الكتب، بس أنا أقرأ بالتخصص، راح أقول لك بالتخصص. أنا تخصصي إدارة واهتمامي السياسات العامة، فأجي في المعرض أبحث عن السياسات العامة، بالإضافة إلى أنه أنا أخذت هذه الكتب لأنها تدخل في مجال التنمية البشرية، فكتب التنمية البشرية تقريبا هي السائدة في المعرض أنا شفتها هسه، وهي مرغوبة يعني من الشباب خاصة، وهي اللي ماخذ المدى الأوسع حاليا في كل المعارض. أنا شايف معارض بالقاهرة، معرضين حاضر، معرض في لبنان، معرض في دبي، وكل دورات المعارض مال معرض بغداد الدولي للكتاب أنا حاضرها. فأكو توجه نحو اتجاهين للكتب، الكتب على الروايات الشباب والتنمية البشرية بشكل عام. شكرا استاذ موفق، ان شاء الله تجي بعد مصادر سياسيه. شكرا لك، الله يحفظك. هسه ننتقل من الكتب الدينيه ننتقل الى الكتب القانونيه. مثل ما نعرف القانون صار فئه كلش كبيره من المحامين المحاميات الخبراء القانونيين، صار القانون موجود وبكثره هذه الطلاب والاعداد الموجوده. دا اشوف ايضا مثل التاريخ كتب معينه على ماده معينه قانونيه، يعني يستفادون أيضا ويوسعون من آفاقهم القانونية بالاطلاع أيضا. وهذا الدار طبعا تابع لنقابة المحامين العراقيين. السلام عليكم أستاذ، تفضل نايم. تعرف عليك المحامي أحمد رافع. يا أهلا وسهلا. المحامي فقط يحفظ المواد القانونية أم لازم يطلع؟ لا بالعكس، وهنا المادة القانونية تحتاج إلى تفسير وتفكيك أشبه بالناقد الأدبي، من يقعد يفسر رواية ويبحر في خلاياها وشنو قصد القصد البعيد للروائي أو الشاعر أو الكاتب، بالتالي أنه يحتاج إلى ثقافة عالية لحتى يوصل إلى مرحلة تفكيك القاعدة القانونية وفتح شفراتها. طيب شنو أنواع الكتب اللي يحتاج المحامي يطلع عليها غير مادة القانون؟ صراحة دائما إذا كان المحامي هو باحث عن مشكلة ويضع الحل في سبيل أنه يصل إلى مستوى أنه يضع فتح حل معين، لذلك أن يكون ثقافته لازم قراءته عامة، سواء يدخل مثلا في الأحوال الشخصية لازم أنه شخص ملم بعلم النفس بالبحث الاجتماعي وإلى آخره، سواء مثلا في قانون البداءة على سبيل المثال فلازم أيضا يطلع على عقود التجارة، قانون التجارة بصورة عامة والصكوك والمستندات والشركات بصورة عامة أيضا. كذلك أيضا بعيدا عن بقية الاختصاصات الأخرى، كل اختصاص إلى بحر معين لازم المحامي إلى دور معين بالقراءة، لذلك المحامي لابد أن يكون خلفية قوية من القراءة.
أنا أشكرك ومثل ما تفضلت وأيضا يطلع على كتب المواد القانونية الخاصة بالدول الأخرى أيضا، ورغم أنه إحنا موجودة هنا 14 دولة فموجودة بعض الكتب القانونية. نعم. ممكن أيضا نطور من نفسه. نعم أكيد. نعم. موجودة بالقانون الدولي على سبيل المثال، سواء بالجنايات الدولية أو القانون البحري، فهي موجودة وبالتالي يحتاج المحامي. شكرا جزيلا، موفق إن شاء الله وتوفيق لكل المحامين العراق الموجودين. السلام عليكم أستاذ. شلون عرف عليك؟ الله يسلمك. عدي زهير شاعر. شنو اختصاصك؟ أنا شاعر موظف. شاعر، تحب الشعر. نشوف هنا هواية كتب للشعر ودول أيضا أخرى، يعني في حقيبتها أيضا شعراء، وأكيد اطلعت. شنو اللي عجبك لحد الآن؟ والله هو الكتب الأدبية يعني متنوعة كثير، من ضمنها يعني الشعر والرواية والنقد وغيرها، بس أكو يعني فد ملاحظة بالمعرض شوية أسعار الكتب يعني غالية بصراحة، يعني عن المتنبي أو عن شارع رشيد أكو يعني فرق كبير بالأسعار. إيه هذا الملاحظة. يعني شفت مصادر معينة فرقت بالسعر، أم هي يعني مثل مصدر شفته بالمتنبي يختلف سعره عن هناي مثلا؟ يعني هي بصورة عامة المعارض، يعني أي معرض يقام في بغداد أجا حضره، عادة أسعار الكتب تكون مبالغ بها بصراحة. يعني حاليا هم بدأوا يسوون تخفيضات يعني في سبيل أكو إقبال على الكتاب، رغم ذلك أكو إقبال يعني قليل، يعني تعرفين القدرة الشرائية للناس يعني بانخفاض صراحة في الظرف الاقتصادي اللي يمر بالبلد، بس يعني نقول الأمور زينة إن شاء الله. نعم الخير. جينا قبل بالبداية المعرض مع صاحبة دار، قالت توقيت المعرض ما كان مناسب لأنه الموظفين ما ماخذين راتب. صحيح. هو المفروض أكو دراسة تصير بهذا الموضوع، يعني افتتاح المعرض يكون مع بداية الشهر عادة، أو من يوم 30 أو يوم 28 فما فوق. ما أنت موظف يعني أكيد ما مخصص للكتب. أي صحيح. هو هذا يعني في الملاحظة كلش مهمة، المفروض تكون بالاعتبار، يعني أنه تأخذ بالاعتبار من إدارة المعارض أنه يعني تراعي القدرة الشرائية للناس، هاي وحدة. شيء ثاني يكون دعم من قبل الدولة المفروض للمعارض حتى يكون سعر الكتاب أقل من ما موجود بالمكتبات في بغداد، يعني حتى تصير أكو قدرة للشراء للناس يعني واقتناء الكتاب. إيه ان شاء الله تلقى الكتاب المناسب بالسعر المناسب لحضرتك، ما انت موظف ايضا شاعر لازم تطور من موهبتك. شكرا لك استاذ. مرحبا. شكرا جزيلا. ملاحظه مهمه جدا، لازم اصحاب المعرض والقائمين عليه ياخذون بنظر الاعتبار على الفئه المتوسطه، اغلب العراقيين فئه متوسطه يحتاج باسعار تكون مناسبه اليه، فلذلك يقول الاسعار هي غاليه. هو موظف شو يريد يسوي؟ هو مقسم المولده والانترنت، يعني مقسم هو السعر الراتب كله، فما مخصص اصلا للكتب. ان شاء الله موفق، ونتمنى ايضا مبادرات، يعني بعد مبادره اقرا مبادرات اخرى تفيد هذه الفئه. كل وزاره معنيه اليوم، مثلا اي وزاره الموظف فيها اخصص فت كوبون معين لموظفيكم، خلينا شويه نشجع الكل ايضا. هو موظف صح ملتهي بالعمل الوظيفي، ايضا يريد يطور من نفسه ويريد يتثقف اكثر، يطلع على الكتب باختصاصه ايضا، فاحنا ناشد الجميع. السلام عليكم. اضافه للكتب موجوده الاكسسوارات وخاصه بالبنات. اوكي اوكي، بس اسعارهم اسالني لا تطلع انت. اسعارهم شلون؟ يعني ما ادري يجاوب هسه حتى لو ما يطلع. اوكي تمام تمام. اني مو هي هذه الاشياء احنا تهمنا كبنات، فاكسسوارات اللي موجوده وهذا يمكن الريزن اللي ورد، وهذه بطريقه الريزن اللي كلش حلوه. موفقين وان شاء الله آية الرزق. الله يحفظكم. الله يخليك. مستمرين وياكم. السلام عليكم. شلون الصحه؟ تعرف عليك يا الف. عباس صالح، تدريسي وصحفي. حلو، صحفي. اليوم الإعلام لازم يطلع أيضا حتى يوسع من دائرته الثقافية. على شنو اطلعت لحد الآن بالمعرض؟ والله أنا أكون مختلف بالكلام. تفضل. أنا حزين. شلون حزين؟ ليش؟ أنا قلت يمكن راح يأيدون المشاهدين وأنتم أيضا، أنه طبعا معرض بغداد الدولي غني بالكتب، كانت ثقافية أو إعلامية أو تنموية، ولكن المدارس فارغة من الكتب للأسف. وأنا أقول لي صار لنا يومين الطلاب تراجع المدارس، الأغلب المدارس فارغة المخازن مالتها من الكتب، إلا ما ندر، والندر هي كتب متهالكة جدا. فهذا سبب حزني. حزني ليس خاص تبع المدرس عام. فهذا أنا ما أريد أكون متشائم ولا أكون في نفس الوقت سلبي.
لا كل أمل، بس أتمنى من الجهات المعنية، أتمنى أمنية شاب إنه هي ما يراد لها ميزانية وتخصصات. أقسم بذات الله الفرق التطوعية والمنظمات الخيرية بين قوسين لو تجون وتبلغوهم يقولوا وفرونا كل ثلاث منظمات، كل ثلاث فرق تطوعية كلهم نظمونا فد أو طباعة كتب يستقبلوا كل رحاب الصدر. أستاذ نعم. شفت فيديو اليوم لأحد المديرات المدارس خازنة القرطاسية مال العام، مديرة مدرسة خازنتها وبدت تطيه للطلاب، شو رأيك بعض المدارس بتتخذ هيك إجراءات؟ يعني كلامك وسؤالك عين الصواب، بعض المدراء والمديرات حريصين يخزن تفيده، ولكن بعض النفوس الضعيفة يخزن لمآرب شخصية، وإذا كان مثل ما تفضلتي نعم نعم أي من نقول قرطاسية بدفاترها وكتبها، وللعلم طبعا يمكن أنت تدرين أو ما تدرين بعد ماكو قرطاسية وماكو دفاتر، فقط كتب، أو إذا نقص يطونك يا نقص روح استنسخ. أنا عندي فريق تطوعي، أنا ما أريد أحكي هذا والله العظيم لأن عيب، الله عز وجل هو اللي يدري. عندي فريق تطوعي قبل أيام معدودة أنا وزميلات وزملائي جرينا كالعادة حملة، الحملة وزعنا بها دفاتر قرطاسية بأقلامها مساطرها مساحة مقطاطة وجنطة. ثق بالله يا ست، إحدى النساء الكبيرات السن عتا أيتام، قال الصالة يومين إذا يتوسطون بي على جنط، والله عز وجل دزعكم. قلت الحمد لله وشكر، إحنا فكينا مثلا من عائلة فرحناها، كيف هذه العوائل؟ عندنا عوائل حشيد، عندنا عوائل انفجارات، عندنا عوائل النظام السابق، عندنا عوائل وهكذا. المشتكى لله، وأتمنى من هذا منبركم. طبعا أنا السنة يمكن الثالثة على التوالي ألتقي بيكم، فهي صدفة حلوة إلي الشرف، والله إلي الشرف. أتمنى على الجهات المعنية قبل بدء الدوام، مو 1/10 1/9 وزع الإدارات، عندكم مديريات يأخذون مجراهم، ما عندك أيادة عاملة أشغل لغرض شهر شهرين بإجور، أقول لهم طبعوا مطابع السعدون كل من مخلي إيده على وجهه ونرجيلة وجيجاير وشاي، أشغل هاي العالم إلى متى؟ ناس إجت ورانا وإحنا أصحاب الحضارات والتاريخ، وصارت وصارت. الوحيدين إحنا نقول عندنا ماضي إيجابي، بس الحكي هواي. نضم صوتنا إلى صوتك وإن شاء الله يوصل وزارة التربية. صار أيام أكو ناس تقول استلموا وأكو ناس ما استلموا، وبعد بهذا المنوال قول أهلية يعطون 25، مدارس الأهلية تعطي 25 حتى يعطيك الكتب. هنطلع من هذا الموضوع نجي للكتب معرض بغداد، شنو اللي عجبك بالمعرض لحد الآن؟ والله الكتب اللي عجبتنا صراحة كيفية كتابة الخبر الصحفي وجزء إعلامي، وأيضا كتب تنمية بشرية كانت غنية هذه الدورة، وخاصة في الجناح المصري شوية طائفة المصريين المصريين يحبون هاي الكتب أنواعها صحيح. وأسعارها شلون شفتها؟ البعض يقول أسعارها غالية، إحنا موظفين، أنت موظف وقلت يعني أي عندي بس خطية أي أي أنا الحمد لله. أتمنى من الوزارات أيضا هم يخصصون مبادرة أقرأ أيضا للموظفين، مو صحيح؟ والله ست قبل تقريبا زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه أجرينا أيضا مع فريقنا التطوعي بعلاقاتنا الخاصة، دبرنا تقريبا كذا ألف من الكتب، سوينا فد بوست أقرأ 10 دقائق تحصل على كتاب هدية. لو شايف الفرحة، الفرحة الإيجابية على الوجوه، قصص عندنا لأطفال فرحة ولكبار السن، وأيضا كتب مدرسية قلت لهم استفاد ومعتن، كتب الجغرافية الإسلامية الفيزياء الكيمياء ملازمة أيضا، فخليه أخصص بدل ما كتاب 2000 أخليه 1000، بدل ما 5 سوي 2.5. شبيكم دخلوا العالم تقرون، شبيكم مرضى ما ردحت. يلا شكرا لك، شكرا موفق ان شاء الله، ميزان حسناتكم هاي الاعمال الخيريه. مرحبا يا هلا بالحلوه، شلونك؟ الحمد لله. احنا شفناك قبل ايام اي صحيح اول يوم. زين هاي مره ثانيه جيتي؟ الثالثه. شنو اسمك ذكريني؟ سمر. سمر شنو اللي اختلف عن المره الاولى والثانيه والثالثه من تجي؟ المره الثانيه ما اشتريت بس كتاب واحد. شنو اسمه؟ مو كتاب، انه مجي قصه قتيل المصعد اشتريتها، وياها اشتريت جنطة، واليوم هم استوين وصلت هم اشتريت من ذاك، هم اشتريت الرهينة كتاب الرهينة. روايات؟ اي روايات، يكون مش مرعبة وغموض. تحبين قصص الرعب تطلعين عليه؟ زين بس هذا الكتاب تكتفين له بعد؟ لا بعد، لانه استوين وصلت يعني. اي
زين، أنا أشكرك ماما وإن شاء الله تبقين دائما تقرين. شكرا لك، أكيد مستمرين وياكم أكيد. أها نختم، كيفكم أنتوا شو تقولين؟ السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم، شلونكم؟ السلام ورحمة. أهلا وسهلا. دار الصادقين، نشر وطباعة والتوزيع، عرفنا عن الدار. دار يعني تهتم بمؤلفات سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، بالإضافة إلى أيضا كتب إسلامية أخرى للمفكرين وقراء، روايات نوعة، يمكن تنمية بشرية، تنمية بشرية، تطوير ثقافة بكل المجالات. شلون تشوف إقبال الناس على المعرض بغداد بصورة عامة؟ كل الناس، كل الفئات، يعني هالمرة إقبال واسع زين وحركة حلوة وتبشر بخير. شوف حلو يعني في اليوم إن تشوفين المجتمع، اليوم المجتمع العراقي مهتم بالثقافة وبالكتاب والقراءة، فشيء حلو جيد. أنت همين أخذت لك جولة على المعرض؟ شنو يعني كتاب معين؟ يعني اليوم الخامس تقريبا اللي هنا بالمعرض، الجولة على أغلب الدور. صراحة لحد الآن ما مقتنع الكتاب، لأن عندي رواية كتب. بس يعني ما لفت نظرك فت كتاب معين، اسم معين؟ يعني هي هواي كتب هواي عناوين منوعة ومختلفة. شكرا لك، موافقة أكيد. مشاهدي الأحبة، بعد هذه جولتنا في المعرض، طبعا مستمر الوقت، هسه بدا الزحم أكثر، الناس تجي لأنه نعرف إن وقت المساء والجو ما شاء الله صار حلو، فالناس ده تجي أكثر. مبادرة اقرأ موجودة أول ما تدخلون للشبابنا، يجيبون وياكم المستمسك الهوية أو الموحدة أو الجنسية استنساخ، راح يعطوكم الكابون اقرأ. شوية ازدحام سرعة بس يمشي السرعة، يعني ممكن تحصلون عليها وتستفادون من يمها. نتمنى من بقية الوزارات أنه تعمل بهذا العمل، لأن كل إحنا نريد نقرأ، وهاي موظفين وهاي عاملين. يعني اليوم من واحد أو اثنين قالوا إحنا نريد نقرأ أيضا، لو عندنا هذه المبادرة تساعدنا شوية تشيل عنا كتاب كتابي، اللي أنا مثلا أريد أربع مصادر. تحياتي لكم وين ما تكونون، إن شاء الله وياكم إذا الله شاء باكر هماتين في تغطيتنا المباشرة من معرض بغداد الدولي للكتاب. ختاما تقبلوا تحياتي وكادر العمل، إلى اللقاء.